بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كنتمنى تكونوا بأحسن الأحوال والصحة والعافية. فيديو ديال اليوم كما تتشوفوا هي تحلية رائعة، بما أنه الصيف والحال سخون والمناسبات العراضات الضياف تيجي، قررت أنني نقدم لكم هذه التحلية. هذه تجي منعشة لذيذة زوينة بزاف، قوام ديالها كريمي البنات، وهاد الصلصه ديال الكراميل حتى هي تجي رائعه. تنتمنى تجربوها وتعجبكم وتعجب الاسر ديالكم وتعجب عائلاتكم. وعجبتكم الوصفه بارطاجيوها مع العائله والاصدقاء باش تكبر القناه ديالي. وشكرا بزاف للناس اللي انضموا عندي للقناه، وشكرا بزاف للتعاليق ديالكم المحفزه، وتنتمنى تفرجوا في الفيديو من الاول حتى التالي. بسم الله وعلى بركة الله. غادي نحتاج واحد لتر ديال الحليب يكون كامل الدسم يستحسن في هذه الوصفة باش تجينا الوصفة ديالنا زوينة. غادي نحتاج كذلك 4 ديال الملاعق كبارين ديال السكر حبيبات، طبيعة الحال على حسب الذوق تقدروا تزيدوا تقدروا تنقصوا اللي ما تيبغيش الحلاوة بزاف. كذلك غادي نحتاج 4 ديال الملاعق كبارين ديال الكوك، هذا الكوك الميدم تيجي في هذه الوصفة زوين، واللي ما تيبغيش يقدر يستغنى عليها البنات. نحتاج كذلك 2 ديال العلب ديال القشدة السائلة، تقريبا 400 مليلتر ديال القشده. غنحتاج كذلك البنات 4 ديال العلب ديال الفلان، هذا الفلان هذا كوخاده راه معروف البنات ومتواجد بكثره على اللي تيبيعوا داكشي ديال الشمال، راه تقريبا تيديروا هاد 4 هادو تيديروا ب 15 درهم. انتم شتو البنات كي داير. وغادي ناخذ البنات واحد الانيه او كسرونه ولا طنجره اللي عندك متوفر، غادي نوضع فيه داك الحليب البنات، وغادي نوضع جميع المقادير اللي عندي. وغادي نخلط جميع المقادير البنات حتى يتجانسوا مع بعضياتهم، وغادي نوضعهم فوق النار مهيله. بطبيعة الحال الطريقه راه سهله ما فيها حتى شي حاجه، حتى البنات حتى داك الحليب ديالنا تيبدا يسخن بزاف يوصل لدرجه الغليان، عاد نطفيو عليه النار.
كبيره ديال الزبده، يستحسن تكون نوعيه جيده باش يجي المذاق ديال الكراميل زوين. وغادي نضيف عليه تقريبا ملعقه